السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكل أعزائنا المشاهدين في كل مكان اهلا وسهلا بكم ومرحبا في حلقه جديده من برنامج صوت النجوم اهلا بكم في حلقه جديده النهارده من صوت النجوم حلقه مميزه وحلقه جديده جدا جدا بتشرف طبعا اني موجود معاكم النهارده على الهواء في ليله مهمه جدا طبعا بالامس كان تتويج الاهلي ليس رسميا لبطوله الدوري لانه تقريبا من حوالي اربع اسابيع كان رسمي إنه هو حصل على بطوله الدوري اعتقد انه الموسم ده حصد تقريبا كل الالقاب وده على استحقاق زي ما الزمالك الموسمين اللي فاتوا كان على استحقاق كان اداء وبعض الشيء منظم اداريا قدر إنه هو يحصل على بطوله الدوري وده كان على استحقاق بكل صراحه النادي الاهلي بيقدم طفره جديده في الرياضه المصريه او ممكن يكون في بعض الحاجات اللي ممكن تكون من وجهة نظر البعض صحيحة ولكن هي خاطئة شوية هكلمكم النهاردة بكل صراحة على مواضيع مهمة جدا جدا ونقطتين في غاية الأهمية إحنا كان من أمس مبارح احتفالية كبيرة للنادي الأهلي وقدر إن هو يختم البسمة لجماهير النادي الأهلي بحصوله طبعا على الدرع وكمان فوزه على المنافس التقليدي ليه نادي الزمالك أحد قطبي الكرة المصرية واللي دايما بنكن كل تقدير وكل احترام لنادي الزمالك وجماهيره العريقه على مستوى الوطن العربي. الف مبروك للنادي الاهلي طبعا حصوله على الدرع، الف مبروك فوزه على آآ آآ الزمالك بالامس، واللي أنا كنت قبل المباراه كنت بقول ان الموضوع هيبقى فيه اهداف كتير، وده كان بالفعل كان هيبقى فيه اهداف كتير، لانه كان تقريبا شوط كامل للنادي الاهلي وحوالي 35 او 40 دقيقه لنادي الزمالك في الشوط الثاني واللي رجع بس رجع متاخر. ايًا كان فنيا مش هيتكلم خالص على اي حاجه فنيه خالص خالص نهائي لان بسم الله ما شاء الله كانت الاستوديو التحليليه من الساعه 10 صباحا لغايه الساعه 2 بالليل او 3 بالليل بتتكلم على الاهل والزمالك بس ما فيش ولا اعلامي ولا اعلامي اتكلم عن حاجه مهمه جدا في لقاء الاهل والزمالك وهي الجمهور. للاسف الشديد ما بقاش في جمهور عندنا يحضر لقاءات الاهل والزمالك بنشوف لما بيكون في لقاءات سوبر بتتعمل اذا كانت في الامارات او قطر، الجماهير اللي موجوده داخل الاستاد كلها مصريين، ما فيش فيها عرب. احنا عندنا جماهير للاهلي والزمالك في كل انحاء افريقيا، وانحاء الوطن العربي. للاسف الشديد لما يكون في نهائي زي كده موجود او مباراه للنادي الاهلي والزمالك اللي كتير جدا جدا بيستنوها في الوطن العربي وفي اوروبا كمان عشان يتفرجوا على مباراه زي كده لان الاهلي والزمالك دايما سيبك من النتيجه مين اللي بيكسب ولكن بتظهر لنا بعض اللعيبه بيفضلوا في الذاكره موجودين يعني فما كانش في جمهور وللاسف الشديد الاقليه اللي موجوده امبارح كانوا بيوطوا التلفزيون عشان ما نسمعش الاساءه اللي بتحصل الناس اللي مسؤوله عن الانديه سواء الاهلي او الزمالك لو انتم من وجهه نظركم شايفين ان الجمهور هو الالترس تبقوا غلطانين لو انتوا من وجهه نظركم شايفين اللي معاه الطبلة الكبيرة ويفضل ديب بيدخ ديب بيضخ طول الوقت في المدرجات يبقى هو ده الجمهور تبقوا مخطئين الجمهور الحقيقي اللي كان بياخد زوجته أسرته ولاده وبيروح يتفرج اللي كان بيرسم العالم على خده لأولاده الصغيرين وماسكين الاعلام هو ده هو ده الجمهور الحقيقي اللي احنا بندور عليه بطولة افريقيا اللي كانت كل المدرجات المدرج الاستاد ممكن بياخد 70 تمانين الف بنلاقيه 120 غير اللي قدهم خارج الاستاد حابين يروحوا مش علشان الاهلي هيكسب الزمالك او الزمالك هيكسب الاهلي عشان هيقضوا سهره جميله وصور واحتفالات وذكريات جميله تتقال ما كانش في ولد بيطلع او راجل كبير زوجته قاعده جنبه او ابنه ويقول يا ابن فلان يا ابن علا ما فيش الكلام ده ليه عشان ابنه ما يسمعش الاساءه اللي هو بيقولها او عشان ما يوصلوش الشتايم وقله الادب اللي بتحصل بقى 15 20 30 خمسين مية موجودين في مدرج نوط التلفزيون أو الاستوديو التحليلي نوط التلفزيون عشان ما نسمعش الإساءة طب ليه؟ مش هم دول الجمهور ده دول العشرين تلاتين ولا المية بيكلفوا الأندية مبالغ كبيرة وخصم نقط وما إلى ذلك وطبعا الناس دي بتخش مجانا لأن هم عاملين داخل الأندية سواء في الأهلي أو في الزمالك ما هو الولد اللي شايل طبلة فوق دماغه ده اللي وزنها مثلا 100 كيلو ما بيشيلهاش لله للوطن ما بيروحش يتشعبط على اتوبيسات لله وللوطن ما بيروحش يقول انا معاكم لله وللوطن لا 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 مش هيضيع مجهود يوم وتعب وحجز والكلام ده كله ده الناس لما بتيجي تحكس على تذكرتي ما بتلاقيش الموقع مفتوح بتلاقيه خلصان ليه انتوا عارفين طبعا ليه ده رجاء خاص من اتحاد الكرة او الجهه المنظمه او المسؤول عن الجماهير خلي الناس تتواجد بشكل كويس خلي البطولات وخلي نعمل تسويق كويس للكوره عندنا في مصر بشكل كويس للجماهير عشان يبقى عندنا الجماهير بتدي للكورة طعم كويس بتدي للاعيبة داخل الملعب حمية وحاجة محترمة وحاجة كويسة ما يبقاش 15 من هنا و15 من هنا وخناقه جوه الملعب وخناقه بره الملعب وقصص وروايات وحكايات ملهاش اي لازمه وللاسف ما ولا اعلامي قال كلمه خاصه بالجمهور لا احنا عمالين نتكلم في الفنيات وده جاب جون وده مش عارف ايه وده راح فين وده كلام اي كلام يا عبد السلام كل المشاهدين حافظين الكلام ده وعارفينه ده الناس كانت قاعده وبتقول للمدرب نزل فلان ولاعب فلان الناس خلاص بقت في تثقيف الكوره كله بقى مدربين وكله بقى لعيبه كوره وكله بقى فاهم في الكوره دي جزئيه مهمه الجزئيه الثانيه بقى اللي بتكلم عليها واللي الاهلي صاحب مبادئ كبيره قوي انا واحد من الناس بحب الاهلي وبحب الزمالك برضو وبشجع الاتنين ولكن دايما ببص للاصول والجذور بتاعه كل نادي في اعلاميين كبار بتعلم منهم طلعوا من فتره كبيره جدا وقت ما كان امام عاشور طلع وعمل اساءه معينه لجمهور الاهلي او الرموز بتاعه النادي الاهلي وطلعوا وعملوا احتفاليه على الولد وكان هيقضوا على مستقبله وكان تقريبا الولد هيتشطب من اتحاد الكوره وكانت هتبقى عليه حفله ليه في الاعلام وكل ما يكون اعلامي قوي لنادي قوي انسى اي حد يقف قدامك خدها قاعده واللي انا بقول لك عليه واذا كنت اعلامي ليك مصلحه جوه النادي هيبقى النادي ده بيتك وزوجتك واولادك مالكش مصلحه جوه النادي هتضرب النادي دوت انا بقول لك فمسكوا الولد ده تقطيع وفيديوهات ومش عارف ايه وكذا كذا كذا فجاه بصينا لقينا امام عاشور احسن لاعب في مصر خلقا واحتراما وتدريبا وما الى ذلك لا أنا عايز الناس دي تراجع نفسها في الذاكرة شوية. على فكرة أنا ماليش دعوة بقصة بشجع مين. أنا ليا قصة إن الإعلامي لما يطلع لازم يبقى عارف إن الحاجات بتاعته بتتسجل وكلامه بيتقال فبالتالي الناس هتفحر وهتطلع هات الفيديو اللي كان فلان الفلاني بيشتم فيه وبيقول كذا كذا هيطلع وهتلاقوه إيه وهو بيقول هيعيط هيدمع زعلان على النادي الأهلي ومش عارف وبيتقطع ولا إمبارح إيه طالع الاهلي محتاجه الاهلي مش محتاجه الاهلي ما بيحتاجش لعيبه من مصر الاهلي لو بيحتاج لعيبه محترفين بيجيبها من بره لكن من مصر هو مش محتاج لعيبه لان المفروض يكون بيطلع من عنده مفرخه كبيره من اللعيبه وقطاعات ناشئين ولكن للاسف الشديد قطاعات الناشئين في مصر كلها اتضربت ولا اهلي ولا زمالك ولا اسماعيلي احنا عايزين اللعيب الجاهز طب انا عشان اضعف الفرق الثانيه اعمل ايه خدوا بالكم مفيش ولا واحد هيتكلم في الكلام ده احمد حسن عجبني امبارح كابتن احمد حسن عجبني امبارح في السؤال بيساله له المذيع بيقول له ايه رايك في صفقه امام عاشور رد عليه وقال له صفقه مش حلوه ليه كنت اتمنى الولد ده يحترف بره رد جامد قوي ولا قال عشان الاهلي ولا الزمالك عايزين الولاد تطلع بره تتعلم اللغه بقى معقول لعيب يرجع من احتراف عشان مش عارف يتكلم محمد صلاح ما كانش بيعرف يقول يس نو دلوقتي بروفيسير جامد جدا ليه؟ حاطط هدف قدامه هدف الاحتراف هدف انه يبقى حاجه كبيره لمصر خلقيا ولعبا ايه تفرق ايه عنه؟ احترف وجازف والعب انما اروح هناك بابا وماما والغربه واصلا ما بعرفش اقول جبنه بالانجليزي ايه واشرب بالانجليزي ايه و... لا ده غلط ده فكر غلط واحنا هنا في مصر لازم نفعل قانون جديد يا سياده الرئيس انا طبعا مش هطالب اتحاد الكوره ولا وزير الشباب والرياضه الموضوع دي خلاص ادمت تعبت يعني بقول لسياده الرئيس اعمل قانون جديد ايه هو بقى في الرياضه الناس الانديه دلوقتي بتضرب ارقام كبيره جدا حاطين في امام عاشور مبلغ وقدره يسدد ديون مصر شويه يعني ويبقى تحيا مصر وكلنا نشجع مصر ولا ايه ايه هو القانون ده القانون ده عباره عن ايه اي نادي يتعاقد مع لاعب يساهم للصندوق بتاع يحيى مصر ب 25% ب 20% من المبلغ هتلاقوا الأندية بتتعاقد مع اللعيبة بمليون جنيه بألف جنيه ما هم بيجوا عند الحتة الوطنية بالفلوس وأصل مش واخد بالي أصل مش شايف لكن يطلعوا في الشعارات الله الوطن مصر هي أمي أمال ما بنشوفش مصر هي أمي بالفلوس ليه؟ هو أنتم بتشوفوا مصر هي أمي بالشعارات وبس؟ لا كل لعيب يتعاقد مع نادي 25% يعني. وساعتها إحنا هنطالب إن اللعيبة دي تبقى بمليار ما أقول رايح للبلد كل رايح المصلحة هو انتوا مفيش فيش حاجة بتعملوها خالص غير كله رايح في عزبة السماطرة السماسرة اللي في كل الأندية ده غلط العزب اللي انتوا شغالين فيها دي يا جماعة مش صح الأرقام المهولة دي انت بإمام عاشور تجيب تجيب لها اتنين لعيبة تجيب اتنين لعيبة للنادي الأهلي المركز ده في كام لاعب عندك في ثلاثة وأربعة أي نعم النادي الأهلي موجود فيه دلوقتي سبعة عدوا سن الشيخوخة ما لهمش وجود خالص في النادي الأهلي ولكن هي ارزاق بصراحه ارزاق اللي يلبس شرط النادي الاهلي وبياخد بطولات لو جبنا مدرب فران مع النادي الاهلي هياخد بطولات ليه عنده الامكانيات روح الفنينة جماهير عريضه جدا مجلس اداره ثابت ملوش دعوه بالسوشيال ميديا والكلام ده كله بصراحه دي امكانيات معينه تخلي اي فريق يفوز ان ممكن الزمالك يبقى عنده لعيبه قويه ولكن اداريه مش مظبوط مشاكل اعلاميه مشاكل في حاجات كتير لخبطه فتلاقيه واقع. الثبات والنظام بيؤدي الى النجاح. ده اللي كنت عايز اتكلم فيه ونقطتين مهمين يا ريت ناخد بالنا كويس جدا جدا ويا ريت القانون ده يتفعل من سياده الرئيس ارجوك. النهارده معايا ضيوف في البرنامج، ضيوف محترمين جدا وحاجه جديده بتتعمل ونادي جديد. طبعا النادي انا هوري لحضراتكم كل حاجه بعد الفاصل، هنشوف الورق الخاص بالنادي وهنشوف كل حاجه وهنشوف كل حاجه قدامكم وهنحكي كل حاجه ببساطه وهنقول بالظبط تكاليف النادي ده ايه وان النادي ده بياخد فلوس ليه وانه هيعمل ايه وهيقدم ايه للناس وده نادي اماراتي اسمه نادي ليوه كل حاجه هنقولها لكم بعد الفاصل انتظروني بعد الفاصل رجعت مع حضراتكم طبعا في الفاصل الرئيس النهارده في البرنامج معايا طبعا ضيوف من العرس الثقيل طبعا احتفاليه عشان النادي الاهلي فقلنا لازم نجيب لكم حد بقى من النادي الاهلي ولكن من الجيل الذهبي الجيل المحترم جدا اللي قدم تاريخ كبير جدا للنادي الاهلي وكمان بيشغل منصب مهم دلوقتي في احد الانديه الاماراتيه اللي مشتركه بالفعل في الاتحاد الاماراتي دوري الاتحاد الاماراتي الدرجه الثالثه طبعا كابتن محمد الكحلاوي كان زميل بقى العمالقة هنعرف منه كل حاجة دلوقتي كابتن محمد الكحلاوي المشرف العام لنادي لي الإماراتي والمشترك في دوري الإمارات الدرجة الثالثة برحب بيك النهاردة معي أهلا وسهلا بيك آه كابتن مع... حاتم شرفنا شرفت بيك النهاردة كابتن محمد والله شرف لينا شرف لينا احنا سعداء ان انا مع حضرتك النهاردة ومع كابتن جلال طبعا حبيبي يا كابتن وان شاء الله, الله باذن الله تبقى حلقه مميزه ونفتح فيها ملفات مهمه جدا ان شاء الله ان شاء الله معانا طبعا احد الطيور المهاجره واللاعبين المهاجره اللي تقريبا سافرت كتير جدا في اسيا دول كتير ولعبت بره كتير هنعرف النهارده دا تاريخه اللاعب كابتن نادي ليوا كابتن الفريق الاول جلال محمد النهارده متواجد معانا ولعب الفريق الاول نادي ليوا واللي هيمثل نادي ليوا النهارده ان شاء الله باذن الله الموسم ده في الدوري الاماراتي اهلا وسهلا بيك يا جلال اهلا وسهلا كابتن حاتم بتشرف ان انا موجود مع حضرتك طبعا اعلامي كبير في الاعلام الرياضي وبتشرف بوجودي مع كابتن محمد زيزو ونجم النادي الاهلي الصبح ان شاء الله باذن الله. آه كابتن محمد طبعا كلمه زيزو دي مشهوره جدا في النادي الاهلي، يعني خدت آه مسميات كتير كل جيل لازم تلاقي فيه زيزو كل جيل تلاقي في زيزو لازم فاحنا تكلمنا الاول طبعا عشان آه انت عارف العمار السنية اللي موجوده دلوقتي والسوشيال ميديا والاشبال الصغيرين برده ما حضروش الاجيال الزمن القديم فنعرف الناس كلها مين كابتن محمد حلاوي بسم الله الرحمن الرحيم الاول انا من من ناشئين النادي الاهلي انا من وانا تسع سنين كنت في النادي الاهلي في مدرسه الكوره كان اول ما تدربت معاه ربنا يرحمه كابتن صفوت عبد الحليم من من اعظم مدربين عدوا على تاريخ النادي الاهلي طبعا بالذات في قطاع الناشئين تسلسلت بقى في القطاع لحد الفريق الاول الحمد لله مثلت منتخب مصر الشباب والاولمبي ومنتخب مصر العسكري الحمد لله وربنا كرمني انا خدت معاهم بطولات في منتخب مصر العسكري خدت بطوله افريقيا وبطوله عالم الحمد لله. كان معاك كابتن لعيبه من اللعيبه اللي برضو اللي موجوده دلوقتي اعلاميا موجودين لعيبه مشاهير لعيبه اسماء كبيره. انا لعبت في الفريق الاول في, في 94 و95 <applause> <applause> كان طبعا الجيل ده حدث ولا حرج بقى طبعا نجم الاعلام دلوقتي الكابتن احمد شوبير. اه طبعا. <تصفيق> طبعا <applause> والكابتن مصطفى كمال مش عايز انسى حد يعني لكن الكابتن حسام <applause> والكابتن <دعب تصفيق> ابراهيم <تصفيق> وكابتن رياض عبد العال. والنخله ومحمود ابو الدهب مع حفظ الالقاب طبعا أه. كلهم كبتني يعني والحمد لله من الجيل بتاعي انا بقى من الناشئين كان طالع معايا محمد شرف وسامي قمصان ده انت حضرتك الجيل, الجيل اللي هو بقى العتاوله زي الجيل العتاوله آه. الجيل, الجيل بصراحه أه. <applause> الحمد لله يعني كان ليا شرف ان انا اعاصر كل الاجيال دي يعني والله احنا اللي شرف فيه. احنا اللي الشرف يا كابتن انت متواجد معانا النهارده طبعا بارك لك بقى بمناسبه النادي الاهلي امبارح الحمد لله الحمد لله عشان فرحه الدوري تكمل والصفقه بتاعت امام عاشور برضو كلمني يا كابتن على الاجواء اللي حصلت دلوقتي والله يا كابتن بالنسبه لصفقه امام انا شايف الناس مديها زياده امام لعيب محترف واحنا دلوقتي المفروض ان احنا في عصر الاحتراف كويس هو رجع من بره لاي ظروف كويس. اللغه مش مستريح مثلا نفسيا رجع هنا مصر هو عايز يعمل لنفسه كدر معين كويس هو في نادي الزمالك مع احترام نادي الزمالك نادي كبير وكل حاجه بس هو بقى له كام سنه في نادي الزمالك ما خدش غير بطولتين دوري بس تمام لكن لما يجي النادي الاهلي هتلاقيه واخد دوري واخد كاس بطوله افريقيا هيلعب كاس عالم انتوا مصممين برضه يا كابتن على البطولات برضه تاني ما حاجه يا كابتن طب كده الزمالك الزمالك بص بيكلموني بقى دلوقتي الزمالك زعلانين عشان حضرتك بيقول لما يجي الاهلي لما يجي الاهلي كابتن هو بطولات. اول تصريح لامام دلوقتي يا كابتن لو حضرتك خدت بالك بيقول لك انا دلوقتي اصبحت في النادي الاكثر تتويجا ببطوله افريقيا النادي الاكثر تتويجا بالدوري العام 43 تمام معلش مع احترامي النادي الزمالك أوه. 14 دوري 43 التصريحات دلوقتي لازم تميل لكفه البيت اللي انا رايح له فطبيعي انا رايح للنادي الاهلي فبالنسبه لنادي الاهلي اكل وشوربي ودنيتي فلازم انا طبيعي خدت بالك ازاي انا هنا بمثل يا جماعه محايد عشان محدش حدش يقول لي اهل الزمالك كويس كابتن هو رجع من بره الاثنين كانوا متاحين قدامي <applause> الزمالك كان متاح والاهلي كان متاح كويس <applause> اللي خلى كافة الاهلي <applause> طبت <لا أصلا تصفيق> مع امام ايه لا هو بالنسبه للزمالك اتباع <applause> <applause> خلاص بيراميدز مش راجع وبيراميدز <applause> كانت في الم... في, في المفاوضات بيراميدز لو كان دخل في السباق كانت الدنيا باظت اعتقد يعني بيراميدز انت عارف شوله الفلوس عندهم ما فيهاش مشكله بس كانوا داخلين برضه كده خلي بالك هو امام في مبلغ حوالي 400 الف دولار ومتنازل عنهم عشان يروح النادي الاهلي هو عارف ان هو يروح النادي الاهلي هيعمل تاريخ وهيعمل اسم اكبر من الاسم اللي هو عامله يا عالم يا عالم هل هيستمر ويعني وي 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 يوصل ولا هيبقى زي كهربا اللي تقريبا حاسس ان كهربا وجوده في الاهلي اللي هو ايه احنا لبسناه ليه يا كابتن كهربا من ساعه ما لعب كل ماتش يجيب جون للاهلي في بطوله افريقيا من الاسباب الرئيسيه اللي متكسبت النادي محمد الاهلي يا كابتن محمد انت عارف ان احنا لو عندنا واحد لو وائل جمعه كابتن وائل جمعه بيلعب هجوم عندنا في النادي الاهلي ممكن يبقى الهداف بتاع الدوري ما تنساش ان حضرتك بتلعب يا كابتن ده امبارح ضاع منه جون يا كابتن ده انا حاجه غريبه قوي لانه بيضيع اجوان ما تضيعش بصراحه انا بتفرج عليه جون ما وبايه وحزم يعني بس ده انا تخش في حاجه اوضح لحضرتك ان كهربا هو مش مركزه <applause> الرئيسي <applause> هو مش مش مركزه الرئيسي <applause> في كويس لكن هو الراجل اكتشف فيه الحته دي لان احنا عندنا فيها نقص طيب ما علينا بقى عشان يعني هنخلص الكلام <applause> على النجوم دي والقضيه بتاعتنا المهمه جدا اللي احنا جايين <applause> النهارده ونتكلم فيها بشكل عام جلال قبل طبعا نادي هو انت تقريبا ما قعدتش في مصر تقريبا لفيت لفه كبيره قوي انا من براعم نادي اسكو ناشئين من نادي اسكو الفريق الاول نادي اسكو خلي بالك اسكو ده من الانديه الثقيله طبعًا قوي طبعا كابتن احمد طبعًا, طبعا حمدي نوح كان دايما بيلعب كابتن زكريا كابتن احمد شرف طبعا طبعا, طبعًا, طبعًا, طبعًا وبعد كده مشيت من اسكو رحت نادي بتروجيت كويس اه نادي بتروجيت لعبت فيه موسم واحد كان اخر موسم لمواليد 97 <applause> كان في بطوله كاس مصر اول <applause> بطوله كاس مصر كاس الناشئين احنا خدناها كسبنا البطوله بعد كده مشيت من بتروجيت على تايلاند ولعبت موسم في تايلاند في نادي اسمه كان جامبات وحصل بقى موضوع كورونا وكده وللاسف اللعبة كتير نزلت ساعه موضوع كورونا ده كان في العالم كله كان متاثر بالموضوع يعني وطلعت بقى على الامارات نادي ليوا كويس طيب بالنسبه بقى نادي ليوا فتح الموضوع كابتن محمد قبل طبعا نادي ليوا انت لما رحتوا الاول في كلام كتير نادي طلائع عجمان وشركه نادي طلائع عجمان وبعد كده نادي ليوا بعد كده الدوري المصري وانديه الدرجه الثالثه ونادي ليوا الاماراتي الموضوع فيه كلام كتير واحنا المشكله عندنا في الشعب المصري ممكن يسمع الحقيقه بس ما يصدقهاش لكن لما يشوفها يصدقها بالظبط فانتوا ايه موضوع طلائع عجمان وازاي طلع من طلائع عجمان مرة واحده في يوم وليله بقى نادي ليوا طيب. نادي ليوا ده مشترك اصلا في الدوري تمام كان الدرجه السنه اللي فاتت كان في درجه تانية وللاسف الشديد هبط السنه دي هبط السنه دي ثالثه فعلا كلمني بقى كابتن والله هو طلع عجمان كابتن احنا مشينا في في الاوراق رسمي ان انتوا ان انتوا تعملوا إن احنا نادي احنا نعمل نادي هناك في الامارات نادي في يشترك في الدرجه الثالثه تمام واسمه طلع عجمان طلع عجمان دي ان احنا كنا عايزين ناخد اسم من اسم ولايه من الولايات الاماراتيه حاجه مرتبطه بالامارات يعني اه كويس بحيث ان يبقى برضو ليها ليها دعم جمهوري على الاقل من الجماهير يبقى واقف جنبنا يبقى يساندنا كويس من ان من انت بصيت ال... لحته التسويق طبعًا. اللي طبعا ده كويس جدا طبعًا. من النظره دي على فكره ففي انديه كتيره هناك مثلا مسميه يونايتد مثلا في اسماء ثانيه كتيره مش ملهاش صله بالولايات بتاعة الامارات لكن احنا حبينا نربط النادي بتاعنا بولايه من الامارات فاخترنا عجمان عجمان فيها كتير مصريين كويس فبرضو دي ساعدت معانا شويه م. فاحنا رحنا انا وكابتن محمود حمام من الصندوق معانا في النادي ومدير الاداري عنده المدير الاداري تمام. بحيث ان احنا نشوف الاجراءات ايه ونبدا نمشي فيها رسمي ونخلص الورق وبالفعل انا وهو توكلنا عليه ورحنا سافرنا واحنا شغالين على الاوراق وطبعا انت عارف حضرتك إنك إن هناك لما تيجي هناك كل حاجه ماشيه على على التليفون اونلاين اونلاين على طول كله اونلاين كله اونلاين ده نظام نظام حلو جدا يعني. طبعا بيريحك في حاجات كتير بتدفع اونلاين <applause> بيجي لك الخبر اونلاين بالإمضاءات كل حاجه اونلاين كل حاجه بالظبط كده بالظبط فاحنا كنا معتمدين على ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نشترك السنه دي باسم طلال كويس حصل شويه تاخير ممكن يكون من عندنا بس من غير قصد كويس فبالنسبه للاشتراك بتاع في في الاشهار بتاع, 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 النادي ليه ميعاد معين طبعا كان ليه معين احنا للاسف عدينا الميعاد فخلص الموضوع كده اشهر ما فيش فالاشهار بتاع طلع عجمان هيلعب في الموسم مش اللي هيبدا ده, ده الموسم اللي بعديه كويس يعني انتوا في لسه مركزين على طلع عجمان ده, ده متواجد اه طبعا كويس طب بس بس عشان ان شاء بقى بتاعكم. في الموسم عشان مصداقيه والناس والاولاد الموجودين معانا واولياء الامور الموجودين معانا طبعا هم في اولاد دفع في مبالغ مدفوعه كويس مش هقول لا لازم في مبلغ مدفوع مبلغ مدفوع ده في سفير احنا الولد بيجي معانا في سفر في معايشه مم. وفي سفر سكن يعني وفي مش طيران يعني مش مجاني في لا إيه؟ مش مجاني في تمام كويس تمام ماشي فاحنا عشان المصداقيه مع اولياء الامور مم. نطلع معهم ان احنا قلنا لولي الامر ان ابنك هيسافر وهيلعب معانا في الدوري الاماراتي وهيشترك لما حصل العطل المفاجئ الحزن. ده كويس. رحنا رحت عملت زي توامه مع نادي ليوا توامه مع نادي ليوا كويس ودخلت معاهم شريك بالنص خمسين 50% 50% واحنا لينا احنا معانا برضو لا أه قبل الفيديوهات احنا معانا المفروض ان في ورق اللي هو الجوابات المعتمده طبعا دي هتلاقي فيه العقد كمان الجوابات يا جماعه الله. برضو عشان تكونوا فاهمين يعني هي ما بتطلعش خالص على السوشيال ميديا ومحدش بيشوفها خالص لان الحاجات دي سريه تعاقدات ما بين انديه ولكن كابتن محمد ذكر كلمه مهمه وهي المصداقيه لازم لازم عشان ولي الامر ما جيش انا اقول له انا هلاعب ابنك ده كده المفروض العقد الخاص ده اللي على الشاشه ده العقد الخاص اللي حضرتك ده حضرت العقد الخاص آه بتاع بيني وبين نادي ليوه كويس حتى في بنود العقد ده في الاخر كده ده انا, أنا محمد عبد العزيز آه. وهنا الكابتن ابراهيم ماضي اللي هو المدير التنفيذي للنادي, للنادي ليوا كويس وده ختم النادي اللي ده موجود قدامنا كويس ده كده قانوني انت مشترك في السنه دي انا السنه دي مشترك في الدوري الاماراتي مع نادي ليوا طيب الاحقيه ليك في النادي تمارس النشاط ازاي انت كابتن محمد عبد العزيز انا ليا الحق في, في الاداره الفنيه كلها يعني تسجيل لاعبين تسجيل لاعبين اختيار لاعبين كل حاجه فنيه سكن. تخص اللعيبه دي بتاعتي. اداره مباريات، قيد اللاعبين، اداره المباريات نفسها، النتائج، يعني حضرتك دلوقتي اصبحت انت. كل حاجه. اللي في الوش في كل حاجه. بالظبط كده. كويس. طيب كابتن محمد انتوا خلاص بالفعل اشتركتوا. خلاص ان شاء الله اه. وطبعا في اختبارات انا عرفت ان في اختبارات عاملينها انتوا في اختبارات بامر الاختبارات المدفعية. عاملينها في دار المدفعيه ان شاء الله يوم الجمعه الجايه باذن الله. ف من الساعه 3 لغايه الساعه 7؟ الساعه 7 تقريبا. تقريبا بالظبط كده اختبارات دي لنادي ليوا الفرقه يا كابتن اللي هتخشوا بيها هتدخلوا بيها ان شاء الله احنا معانا الفريق الاول كويس ومعانا فرقه الرديف اللي هي الشباب بيقولوا عليها الشباب هنا بالظبط كده فرقه كويس. الشباب اللي هي الرديف هو هناك في الامارات اسمها الرديف اسمها الرديف اللي تحت الفريق, اللي تحت الفريق الاول تحت الفريق الاول على طول كويس ومعانا فرقتين ال2005 2006 <applause> فرقتين <الـ> 2005 2006 ده الفرقه الثانيه اللي هي تطور الناشئين دي الناشئين ثلاث فرق موجودين هتساهموا ان شاء الله دول اللي هنشترك بيهم ان شاء الله في الموسم ده طيب كويس جمال بقى ذكر كابتن محمد نقطه مهمه جدا وانه لما راح طلائع عجمان حصل كده طيب احنا برضه من الكواليس عرفنا ان انتوا لما سافرتوا كان معاكم لعيبه كويس حوالي 23 لعيبه ودي علشان المصداقيه اللي انتوا طلعتوها وان تاخدوا لعيبه خدوا بالكم سفر اللعيبه ده حاجه مش سهله انك بتلتزم طبعا. بكل حاجه مع اللعيب ولي الامر بيبقى قلقان على ابنه حتى لو كان خروف ابنه بيبقى جعان طبعا. ده انا ما اكلتش يا بابا ده انا ما اكلتش يا ماما ده انا ما اتدربتش يا بابا ده بيسود الدنيا في وش ولي الامر والام كان الولد راح في داهيه لا قدر الله يعني عشتوا الموضوع ده ازاي في الامارات هو اول حاجه لازم اللعيب قبل ما يطلع من مصر يبقى عارف هو رايح فين مم. وهيتعامل ازاي طبعا انت 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 برضو وجودك في المنظومه مع كابتن محمد كنت عشان لعيب خبره في السفر فانت كان وجودك معاهم ان دول عشان قليل منك اللي كانت فانت معنا كنت صغيره فعلا بالظبط كده اللعبة اللي كانت معانا كانت يعني صغيرة اخواتك صغيرة كانوا موجودين معاك يعتبر طبعا فا فاللعيبه برضو خبرتها قليله شويه مم. ما سافروش قبل كده مم. فطبعا قله الخبره دي بتولد عندهم قلق في مشا بتعمل آه... لهم قلق شويه في في كل حاجه بالظبط خبرك رجب... الواحد الكبير لما بيسافر اي دوله بيحس انه غريب ممكن يبقى تايه واللعيبه طبعا بت... عندها رهبه شويه بت... أجواء هناك الاجواء طبعا مختلفه دوله ثانيه دنيا ثانيه اللغه مختلفه حتى يعني الامارات بتتكلم انجليزي يعني حتى يعني أوه. اللغه بتاعتها هناك انجليزي الناس فعلا في مباريات وديه معايشات عملتوها الدنيا كانت ازاي هناك عملنا ثلاث مباريات ودية مم. بدأنا بنادي ديبا هيعرضوا لنا طبعا كل حاجة الفغيرة. دلوقتي هيعرضوا لنا طبعا الفيديوهات وال... كانت مباراة طبعا دي معانا على الشاشة دي ال... 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 ده دي مباراة الفجيرة الفجيرة دي مباراة الفجيرة وانتهت من الاثنين عملنا من الصعب ماتش كويس جدا يا كابتن محمد انك لما تسافر الامارات تعمل مباريات وديه مع انديه اسبانيه وانديه كبيره يا كابتن الفجيره وعملنا ديبا والفجيره ونادي العين خلي اه بال حضرتك نادي العين في اه الامارات اه نادي العين يا كابتن من المحترفين يا كابتن ده اصلا ما تعرفش تعدي من الامارات بالسور يا كابتن يا كابتن مباراه الفجيره دي كنا بنلاعب فريق رديف احنا الاولاد اللي معانا يعني 17 سنه عاملين ميكس بالظبط اه 2007 دي كبيره 2005 و2003 كويس العمار اللي لعبت لكن هم كانوا فرقه الرديف كلهم كبار كلهم 2001 و... و2002 و2000 ده استاد العين دي قبل مباراه العين مبارات... ده كده الرئيسي ده الاستاد الرئيسي الاستاد الرئيس. آه. الرئيسي الاستاد آه. الرئيسي مباراه العين تمام ومباراه العين كنا بنلعب برده فرقه الرديف وفرقه الرديف واخده بطوله اسيا تمام فرق يعني يمكن هي اقوى فرقه في اسيا في مرحله الرديف طب كويس ان انتوا في المعايشات والوقت اللي انتوا خدتوا فيه الولادة ده والاثبات لاولياء الامور انك تعملوا مباريات رسميه مع فرقه فرق كبيره مع فرقه كبيره يا كابتن احنا كان في قدامنا اكاديميات ده كده دي, مباراة دي, دي, مباراة. دي, دي مباراه دي كده تقريبا مباراه يا كابتن دي مباراه دي بقى يا كابتن دي مباراه دي ده جون ده في ده جون احنا المباراه دي كسبناها 4-1 او 5-1 تقريبا 5-1 5-1 5-1 وعمار سنيه ميكس اه اه كويس كنا بنلاعب فرقه آه 18 بتاعت دي طيب الاساسيه بتاعتهم طيب كابتن محمد في نقطه برده مهمه يعني احنا بعد ما شفنا الفيديوهات اللي قدامنا والصور في سؤال عايز اساله لحضرتك مهم جدا يعني احنا في الدول العربيه عندنا لما بنسافر اللاعب المصريين بيبقى عليهم العين شويه هل مفيش اي لاعب لفت الانتباه لا لفت طبعا كابتن احنا لما كنا موجودين الفتره اللي فاتت دي مم. في مش اقل من 8 او 9 لعيبه في انديه هناك عاوزينهم طب ايه العائق اللي قابلك في موضوع كسة قصه العائق ده دي حاجه بقى غصب عننا او مم. عن النادي في قصه الاقامه في ولد دلوقتي مثلا آه آه صح اللي هو تحت صح السن, صح صح السن صح صح. تحت السن ده لازم يكون والده عنده اقامه والولد يكون يعمل إقامة, إقامة, اقامه على, على والده, على والده. ففي عندنا بعض مش هقول كلهم لكن في بعض اولياء الامور مع الحاله الماديه ما تسمحش ان هو يطلع يعمل اقامه لنفسه وبعد كده يعمل اقامه ليه وفي مشكله كمان ان الاتحاد الاماراتي طلع قرار انه ما ينفعش حد يتايد في الاتحاد الاماراتي اللي هو جاي زياره يروح ينادي يتشاف فلازم يكون عنده اقامه لازم الاقامه لازم الاقامه, لازم الإقامة. فده اللي احنا بنسعى فيه بقى في الفتره دي ان شاء الله يعني اللي هو بالنسبه لنادي اللي دي ليوه. النادي ليوه نادي ليوه اه طيب برضه انا هسالك سؤال كده وارجع سنه لطلائع عجمان طلائع عجمان يعتبر مين يا كابتن اللي مسؤول عن دلوقتي هي شركه نادي شركه طلع عجمان شركه نادي طلائع عجمان بحيث ان هي دلوقتي الراعي النادي ليوا بالظبط وفي خير. نفس الوقت اي لعيب هيتم تسويقه او قيده هيبقى من خلال عن طريق الشركه شركه نادي طلع شركه عجمان طيب الحاجه بقى مين المسؤول عن شركه نادي طلائع عجمان شركه طلائع عجمان الكابتن رشاد محمد كابتن رشاد محمد كابتن رشاد محمد طبعا انا يعني برضو معلومه هقولها للجميع كابتن رشاد محمد كان من الفتره اللي فاتت مر بظروف صعبه جدا وبعد ظروفه الصعبه دي طلع للنور تاني بشكل تاني مختلف فبدا يجمع بعض الشخصيات المحترمه كاسامي طبعا كابتن محمد كحلاوي كابتن حسام ابراهيم كابتن محمد غياتي كابتن, كابتن علي صابري. كابتن محمد صبري طبعا نجم نادي الزمالك وحاجه محترمه جدا جدا يمكن كمان في شخصيات اسماء كبيره مش حابب اقول أسماءها خليها دلوقتي تبقى مفاجاه ولكن هو حابب يظهر بالنور بشكل مختلف عشان يشتغل على ارض الواقع اه في مطبات بتقابله طبيعي وكل حاجه ولكن اي حد عاوز ينجح مش ناجح اي حد عاوز ينجح بيقابله مطبات كبيره يمكن نادي طلع عجمان ده وقفكم شويه يا كابتن وخلى الامور تبقى بالنسبه لكم مش متظبطه شويه هو بسبب التاخير اللي هو الدروب اللي, اللي انا قلت لحضرتك عليه م. احنا كنا عاملين حسابنا ان هو خلاص احنا بنخلص فيه وخلصنا فعلا الورق بتاعه ودفعنا يعني الرخصه موجوده دلوقتي دفعنا او كل حاجه خلاص بس هو التشهير اللي هو اخر حاجه الإشهار, الاشهار ده اللي اتاخرنا فيه طبعا عشان ده ليه ميعاد لان بتنزل في, في الجداول وبينزل في الجداول وبتنزل في الاتحاد وبينزل على السوشيال ميديا فده لما اتاخرنا فيه طبعا اصبح دلوقتي مش هيشترك الموسم ده هو بيني وبينكم برضو نادي ليوا اسم كبير يعني اسم طبعا قويس. طبعا كان قويس. كابتن عصام الحضري كان كان رئيس الشرفي بتاعه الشرفي ليه من حوالي سنتين وفي نفس الوقت كان برضو وجوده في الدرجه الثانيه السنه اللي فاتت ده هيدي برضه قوه لي تقريبا من ساعه انتم اخذتوا النادي وبدات السوشيال ميديا تشتغل بدا فيه لعيبه مغاربه جزائريين كتير, كتير. كتير ده في ناس مستنين هناك كتير طيب بالنسبه للاختبارات ناويين اختبارات هنا كابتن تعملوها هتعملوا اختبارات تاني في الأمورات. اه ثاني هناك طبعا هتعملوا اختبارات في ناس مقيمه هناك يا كابتن زي ما حضرتك بتقول مغاربه توانسه جزائريين سودانيين يعني مصريين يعني الناس إن هيبقى في جنسيات غير المصريين طبعا معه. لازم لازم يا كابتن احنا عايزين نعمل فرقه يا كابتن او ان شاء الله لما نشترك السنه دي احنا مش عايزين نشترك عشان يبقى اسمنا في الجدول بس كويس احنا عايزين نشترك نعمل اسم عايزين الدوري الاماراتي كله يتكلم على نادي ليوه هو كمان الدوري الدوله ميزه فيها حاجه حلوه قوي ان هم بيعملوا مكافئات حلوه ليه اللي هيصعد طبعاً. بيحفزك يعني بيحفزك كمان. مش ان انت كمان تصعد لا بيحفزك ان انت لا ده لازم اصعد ده انا لو صعدت انا ممكن اجيب مصاري بياخد استهناء. دعم يا كابتن وياخد حاجات طبعا وتلاقي الدوله مسانداك بالظبط طب انت يا جلال شايف النادي السنه دي ممكن ان انتوا في أطفرة كويسه نعملها او شكل كويس نعمله او استقطابك لبعض اللعيبه لما بتقعد انت والكابتن تتناقش معاه بانك انت خلاص تعتبر اول رجل انت في النادي صح طيب. اول رجل موجود أنا في النادي. حابب اتكلم مع النقطه معينه اتفضل اللعيبه المصريه كابتن حاتم عندها الموهبه غير لعيبه اسيا شويه مصنوعين هم. يعني لعيبه مصنوعه اللعيب المصري دايما بيلفت الانظار في حته المهاره في الجزء الامامي بالذات لعيبه يعني بيشبهونا على طول البرازيل لان اللعيب المصري عنده حته الموهبه والمهاره بتبقى عاليه شويه عن اللعيب بتاع اسيا بيبقى قوه بدنيه اكتر فحتى لما سافرنا الامارات لما لعبنا اول ماتش ماتش ديبا آه، تاني ماتش لقينا كذا نادي جاي يتفرج على اللعيبه بتاعتنا احنا ما نعرفش احنا لقينا ناس جايه بتقول لنا في آه، في انديه بعت آه زي آه مدير الكوره بتاعها او آه، او مدرب مثلا كل عين. نادي بيبقى بعت باعت مندوب من عنده مندوب يبص يا كابتن هو من احنا احنا اول ماتش بال... ما سمع فكله قال لك هروح اشوف احنا اتفاجئنا في ماتش الفجيره وماتش العين ان في مجموعه كانت مشكلتكم ان مفيش اقامات آه. دي مشكله بالظبط دي مشكله آه. عارف ان لو في اقامه مع لاعب كان اللاعب ده اتاخد هوا يمكن بصراحة. نادي ديبا اتكلم مع مع كابتن محمد طبعا على كذا لعيب بعد المباراه على طول م. وبعد مباراه الفجيره اتكلموا على تقريبا نفس الثمان لعيبه في كان معانا حوالي ثمان لعيبه مميزين معنى كده يا كابتن ان انتوا في, في, نادي ليوة هتبقوا معرضين ان انتوا يبقى عندكم تسويق من اللعيبه دي إنها طبعا تطلع يا, يا كابتن والله يا كابتن ده ده حضرتك اتكلمت جزئيه كويسه انا كنت عايز اوضحها فضل. ان ده سبب من الاسباب الرئيسيه هتبقى معانا انا دلوقتي باخد مثلا معايا كابتن جلال هيلعب في الدرجه الاولى واحنا بنلعب لو ربنا كرمه ويجي نادي طلبه انا مش هقف قدامه لازم اوديه يعني انت معنى كده ان اللعيب مش معنى ان انا هدفع فلوس فانا اروح واخده خلاص لا 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 ده لازم يكون لعيب مميز ولعيب كويس وكل لعيب في انديه هنا في مصر لازم يكون لعيب لازم في عشان يكون عنده الخبر لان انا عايز اطلع زي ما قلت لحضرتك عايز شكلي في الدوله يكون كويس الفرق بتاعتي تعمل تسمع وفي نفس الوقت انا اللعيب ده انا واخده اه معايا بس انا مش عايزه يبقى معايا وخصوصا كمان حضرتك اصلا اسم كبير جاي من نادي كبير نادي الاهلي فطبعا ف... في شخصيات عارفاك بالظبط كده فاللي كده هي الحمد مش, مش, تجاره ولا سبوبه فانا جاي عشان انا داخل انا بتاع ده انا أورا. كمان انا طالع اسوقه يعني انا بلعبه معايا وفي نفس الوقت انا بعرضه على الانديه اللي انا انت بتسوقه بطريق ان انت مش وكيل لا ده انا صاحب لا نادي لا. انا بسوقه من خلال نادي حين. ده هو بيلعب في الدوري ممكن مدرب يروح جاي مثلا زميل او حاجه يقول لي مثلا انا عايز مركز معين فانا اقول له في فلان يتفرج عليه في الماتش كويس. لو عجبه وعايزه انا مش هقف في طريقه لا هوديه كويس لان ده هيبقى مستقبله مم. فدي برده جزئيه حبيت اوضحها ان كل اللعيب هيبقى موجود معانا ان شاء الله هيبقى عنده فرصتين فرصه ان هو بيلعب معانا في الدوري الاماراتي وفرصه ان هو هيتسوق في الانديه اللي موجوده هناك طب احنا يا كابتن ممكن برده عشان الناس تبقى عارفه هل انتوا استقريتوا على السكن اللعيبه ملعب اللعيبه الحاجات دي كلها برده محتاجين نعرفها لان الدوري هيبتدي في شهر 10 خلاص احنا ان شاء الله في نصيب هنمشي في شهر 8 في النص 8 كده كويس. السكن خلاص كله تمام ان شاء الله وفي ان شاء الله كابتن محمود حمام هنصفره ان شاء الله في اول 8 كده عشان يجهز بيت الرتوش الاخير لكن السكن خلاص موجود واتفقنا خلاص على المطعم اللي هيعمل ان شاء الله الوجبات بتاعته الاولاد اه بالنسبه بقى للوجبات والاكل انتوا معنى كده ان انتوا ال الالتزامات اللي عليكم اللي هي نظير المقد... الفلوس اللي هيدفعها الولد الهويه بتاعته اللي هي الاقامه بالإقامة. دي لمده سنتين بتطلع بالظبط تاشيره اه التذاكر الاقامه بتاعت تذكره بتاعت الطيران اللي هي زياب واياب والسكن كويس السكن واكل أكل وشرب, وأكل وشرب. الطبي اللي هو الميديكال بتاعه بالظبط القيد بتاعه في الاتحاد الاماراتي والمباريات بالظبط صح كده؟ تمام كده ده طبعا في مقابل مادي بتعرف انت عارف دلوقتي الدرام بقى بكام ومش عارف ايه بكام ده كله بالزبط. طيب الملعب يا كابتن هيكون فين؟ الملعب اللي الملعب اللي ان شاء الله في خرفكان احنا ان شاء الله اقامتنا اقامتنا بالسكن هيبقى في خرفكان خرفكان هي منطقه خرفكان احنا هادية ليه اخترنا خرفكان يا كابتن؟ المدينه بتساعد على الهدوء هي مدينه يعني صغيره مش كبيره بان اللاعب المصري انت عارف بيحب ما بيحبش قعده البيت كتير فهي المدينه عشان صغيره وبعدين عندهم حب استطلاع كل شويه عايز اروح عايز اروح عايز اروح المدينه محكمة شويه عشان لاعب مصر برضو يعني يمكن اكتريه اللعيبه اللي هتطلع ممكن تبقى اول مره تسافر مم. مش متعوده على الخنقه اللي هي تقعد في البيت على طول والالتزام فالمدينه كويسه احنا مختارينها برضو كابتن محمد يعني يمكن اختار المدينه دي بالذات كان اختيارك يا <applause> كابتن محمد اه <سؤال> الحمد لله اه عشان هي ليه بقى عشان المدينه يعتبر عن كورنيش وهاديه يا كابتن هدوء فيها هدوء هو ساعد هتساعد الولد يعني. على التركيز في المباريات في التمرين المسافه ما بين الملعب وما بين السكن مفيش خمس ده ماشي تقريبا او سبع دقايق مش هيبقى في مجهود على اللعيبه ان هي رايحة جاية كده الكلام ده كله بينا وبين الملعب مفيش خمس دقايق ماشي آه ساكن اللعيبه جاهز سافرينه لا لأ كل حاجه جاهز كله كله الحمد لله كله طيب دلوقتي اللعيبه كابتن المفروض ان هي قبل ما تطلع من هنا طالما نادي طالع على نادي ليوا المفروض ان هو التعاقد يتم معاه من قبل ما يسافر فعلا ولا انت هتاخد مثلا من المبلغ من الولد فلوس وتروح انك تختبره لا 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 اللي من من هنا خلاص انا شفت مستواه على مستواه من هنا كويس هو مش هيطلع من هنا لما يكون كويس يعني انا مش هاخده من هنا عشان اشوفه هناك. اه هتاخده من بل... هنا يمكن في عشان دي نقطة مهمة، لا, لا،, لا، أنا مش هدفع فلوس لا. واشترك لا. معاك في النادي وارجع اصلا. صعب من ولي الامر مبلغ يا كابتن واقول له هشوف ابنك هناك. طب ما هو موجود معايا هنا. كويس. انا هشوفه واقف على مستوى طبعا في لجنة فنية هتبقى موجودة. كويس. وهتوقف على مستوى تمام خلاص ده بيتم التعاقد معاه. ده مجرد ان هو يسافر خلاص يركب الطيارة ده خلاص ده طالع يتأيد ويلعب في الدوري الإماراتي. تمام كويس. بيجي لنا لعيبه بيجي لنا لعيبه مميزه يمكن جالنا لعيب من الاهلي ولعيب من الزمالك لعيب من الاسماعيلي جالنا مجموعه لعيبه من كابتن من, من و... طيب في حاجه يا كابتن الاسماعيلي لما ذكرت لعيبه مميزه هل اللعيبه المميزه دي اللي هي المميزه يعني دي مش ممكن يبقى ليها اعتبار مادي نوعا ما وكده كده كله هيدفع صح كده ولا في حاجه كله هيدفع لا تمام طيب. طيب. اللعيبه المميزه المميزه يا كابتن هل يبقى ليه تقدير معين تقدير في ايه في الماده يعني في الماده بص يا كابتن انا مش هضحك على حضرتك واقول لك اه لكن هو كله زي بعضه لكن اللعيب المميز ده بتبقى ليه فرصه في التسويق هناك اكتر بدل ما هو هيلعب معايا سنتين لا ممكن يلعب معايا موسم واحد وبعد كده ربنا يكرمه يروح اي نادي تاني من الانديه الكبيره يبقى هو فتح لنفسه طريق احترافي طب هسالك تاني يعني سؤال بطريقه تانية وانساني شويه لان احنا ده هتقابل من ده كتير ظروف الناس كلها مش زي بعض طبعا وهتلاقي الدنيا برضو في ظل الحاله اللي احنا الاقتصاديه اللي احنا فيها وانه كمان هيجيب لك بالدرهم طيب هل ممكن التعامل المادي مع الناس يبقى فيه تيسر يعني انا مبلغ معايا لا المبلغ اللي المبلغ كله لا لا المبلغ اللي بيتلب انا ما بجبروش انه يجيبه مره واحده كويس المبلغ اللي بتطلب فيه يسر فيه ممكن يجيبه على مرتين بس اهم حاجه قبل ما يسافر قبل ما يسافر يجيب جزء قبل ما يسافر يكون دافع في اه بالظبط لكن ممكن يجي لك واحد يقول لك انا دلوقتي ظروفي طب اما اسافر ابدي لك انا بتبقى غصب عني طب اللعيب اللي هيسافر من هنا يا كابتن وهتقول له هطلع لك هيتعمل لك اقامه وراح هناك ما تعملوش اقامه لا ده لازم يا كابتن لازم لانه مش 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 هيتقيد مش, مش, مش هيلعب كويس اللي هيطلع ومفيش اقامه ما مش هيتقيد لان ده قانون الاتحاد الاماراتي مطلعه <applause> هيمشي على الكل <applause> طبعا انت حضرتك تمشي بلايحه واللايحه دي الاتحاد اللايحه انا جبتها من الاتحاد الاماراتي يا كابتن <applause> وفي لايحه انضباط مع كل وكل ولي امر لازم يقراها الاول عشان يمضي عليها هيمضي هي عليها ولي الامر لازم اي التزام ولا اي التزام الحاجات إيه دي ده اللي الاتحاد الاماراتي مطلعها طب انت مش حابب تقول اي حاجه برضه عشان وقتنا بيجري ولا حاجه حابب تقول اي حاجه مثلا في نهايه الحلقه كده تختمها بحاجه معينه بقى كلام مفتوح معاك براحتك هعلق على نقطه امام عاشور اللي الكابتن اتكلم عليها ماشي اتكلم انا شايف ان النادي الاهلي بعد رحيل حمدي فتحي كان محتاج حد في المركز ده يعوض غيابه امام عنده الحته الهجوميه احسن من حمدي فتحي شويه الراجل فعلا يمكن الراجل كان طالب من حمدي اخر ماتشات ادوار هجوميه انا شايف ان امام هيأديها اكتر من حمدي فتحي هو فعلا بيسرح اللي قدام كتير جدا فامام الحمدي. عنده الحته الهجوميه احسن افضل من حمدي فتحي فهو حاجات هيبقى اضافه انا حاجات شايف تاني إن هو غير, إمام. حاجات غير امام عايز تبذل حاجه تانيه تغير ااا بشكر كابتن محمد وكابتن رشود محمد طبعا وبتمنى بس ان اللعيب المصري يبقى عنده ثقافه الاحتراف كويس تفرق يا كابتن العقلية النوم بدري الناس لما مشكلة بتسافر مشكلة ان كل لاعب بيطلع بره مفكر ان هو لو ما اتقابلش يبقى حد ضحك عليه هناك لا وهو مش عارف هو ان امكانياته هي كده اللاعب يا كابتن لا. لازم يشتغل على نفسه كويس في كل حاجة في التمرين في العقلية بتاعته العقلية بتفرق جدا يا كابتن ازاي اللاعب آه بياكل كويس ينام بدري انت يا طالع يا كابتن عايز ايه في حاجه بقى إن عايز اقول يا كابتن محمد اتفضل انك تكون صريح لابعد الحدود مع ولي الامر انك لما تشوف ابنه في الاختبارات حتى لو هو هيدي لك المبلغ ده تقول له لا ابنك لسه عايز ده اكيد يا كابتن ابنك ما ينفعش يسافر انا لسه بقول لحضرتك انه هيدفع إيه؟ مبلغ كبير انا لسه بقول لحضرتك ايه بعيد عن المبلغ الولد انا عايزه يبقى كويس عشان النادي هناك انا عايز اسمه يسمع مش يسمع بالعيب انا اسف مستواه مش مش كويس والله العظيم انت لو قلت لولي الامر الكلام ده هيصمم اكتر طب معلش يا كابتن خده وانا عارف انك هتشتغل معاه وهتزوده انما أوبيلي. ما يكونش الولد رجله الاثنين بتجري شمال لا استحالة لا, لا, لا ده جامد لا لا ده هو باين اصلا هو بيجري اتنين شيا رجله اتنين لو خدت العينه دي هطلع يبقى انا بالسلامه شكرا لك بالضبط كده طب حبيت تقول حاجه من ناحيه لا الاول طبعا انا بشكر حضرتك على الاستضافه الجميله ديت يعني وتشرفت بحضرتك وبشكر الكابتن جلال ان هو كان منورنا انا بس في حته صغيره بس كنت عايز اضيفها كده يعني اتفضل هو ان شاء الله ان شاء الله في خبر يعني ممكن نسمعه <applause> كويس كده أيوة. في خلال الفتره اللي جايه دي حاجه اوروبيه حاجه كده اه في الدوري الاسباني يعني ان شاء الله بس لما بنحط الرتوش الأخيرة فيها باذن الله اول ما تبقى تمام ونخلصها هنعلنها رسميا طب انا هشتغل مع في اسبانيا ده عشترك. شرف لينا <applause> بشكرك شرف طبعا شكرا جزيلا كابتن, كت. محمد كحلاوي نجم النادي الاهلي حبيب. كابتن زيزو بقى عشان خلاص ده اللقب بتاعه بشكرك شكرا جزيلا لحضورك النهارده وتلبيه الدعوه وحضورك للبرنامج طبعا حضورك النهارده على راسي والله حبيبي يا كابتن شرف, شرف لينا طبعا بشكر جلال طبعا محمد مش عارف بقى الولد ده شكله داخل في التدريب بسرعه وبيتعلم حاجات كتير جدا جدا لعيب كبير خلي اه لعيب كبير غير كمان ان هو دماغه حلوه بيتكلم كويس في التدريب فهيجري بسرعه يعني بشكرك شكرا جزيلا شرفت بوجودي مع حضرتك طبعا يا كابتن حاتم حبيب. وكابتن محمد كحلاوي بنتعلم منه والله حبيبي حبيبي حبيب. مبروك طبعا للنادي الاهلي مش عايزين بقى احنا كل موسم نقول مبروك للنادي الاهلي كده الموضوع هيبقى كتير قوي 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 وبعدين من كتر الدوري بقى مش عارف رقم 43 يا كابتن 43 43 اه 43 والدنيا شغاله زي الفل بسم الله ما شاء الله عيني عليهم بارده آه، كل الشكر والتقدير طبعا لكرة الصحة وجمال وفريق العمل المحترم كل الشكر والتقدير لكل واحد شغال ورا الكاميرا مخرج كله 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 وباسم اللي شغال ضرب نار وعمل مقدمة النهاردة جامدة جدا 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 وديزل طبعا اللي مزبط لنا الدنيا وعابير المجتهدة وطبعا حازم آه المصور بتاعنا كل الشكر والتقدير لكل الشخصيات المحترمة وطبعا ليكم اعزائي المشاهدين بشكركم شكرا جزيلا وانتظرونا ان شاء الله قريبا في الامارات في نص 8 هنعمل حالة كويسة جدا جدا في نادي ليوا شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته